في هذا الدرس من مكون الصرف والتحويل سوف نتحدث عن اسم الزمان واسم المكان. نلاحظ الجمل الآتية: خرج الصيادون عند مشرق الشمس، مدخل المدرسة كبير، ذهب المريض إلى المستشفى. نلاحظ كلمة مشرق هي تدل على زمن وقوع الفعل، وهي مشتقة من الفعل شرق. إذن هذه الكلمة التي تدل على زمن وقوع الفعل نسميها اسم الزمان. مدخل المدرسة كبير، مدخل يدل على مكان معين، وقد اشتقت من الفعل دخل وهي اسم مكان. ذهب المريض إلى المستشفى، المستشفى تدل على مكان معين، وقد اشتقت من الفعل استشفى وهي كذلك اسم مكان. ما هو اسم الزمان أو اسم المكان؟ اسم الزمان هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على زمن وقوع الفعل، وكذلك اسم المكان هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على مكان وقوع هذا الفعل. إذن كيف نشتق اسم الزمان أو اسم المكان من الفعل؟ يشتق اسم الزمان أو المكان من الفعل الثلاثي على وزنين. الوزن الأول هو مفعل، ويشتق هذا الوزن من الأفعال الثلاثية التي يكون مضارعها مفتوح العين أو مضموم العين، ويلحق بهما الثلاثي المعتل الآخر الناقص: فعل يفعل مفعل، أو فعل يفعل مفعل. نلاحظ أمثلة على ذلك: كتب يكتب مكتب، دخل يدخل مدخل، إذن مضارعها على وزن يفعل. لعب يلعب ملعب، سرح يسرح مسرح، إذن مضارعها على وزن يفعل، إذن دائما على وزن مفعل. سعى يسعى مسعى، لها يلهو ملها، إذن هذه أفعال ناقصة، إذن تساغ كذلك على وزن مفعل. وعلى وزن مفعل يساغ اسم الزمان والمكان من الثلاثي المكسور العين في المضارع أو المثال الذي أوله واو: فعل يفعل مفعل. أمثلة: عرض يعرض معرض، غرب يغرب مغرب، نزل ينزل منزل، إذن مضارعها على وزن يفعل. أو المثال الواوي: وضع يضع موضع، وقف يقف موقف، إذن المثال الذي هو يبتدئ بحرف الواو كذلك على وزن مفعل. أما من الفعل الغير الثلاثي فنصوغ اسم الزمان والمكان على وزن اسم المفعول، أي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثلا: استودع يستودع مستودع، إذن نبدل الياء ميما مضمومة والحرف ما قبل الآخر يصبح منصوبا. إذن نطبق هذه الأمثلة. إذن نصوغ اسم الزمان أو المكان من الأفعال الآتية: صنع وعد كتب هبط ارتفع رمى نزل. إذن صنع مضارعه يصنع، إذن على اسم الزمان أو المكان سيكون على وزن مفعل مصنع. وعد فعل مثال أوله واو، إذن على وزن مفعل موعد. كتب مضارعه يكتب على وزن يفعل، إذن اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل مكتب. هبط مضارعه يهبط على وزن مفعل، إذن اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل مهبط. ارتفع فعل غير ثلاثي يرتفع، إذن سوف نبدل الياء ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر أي حرف الفاء ستصبح مرتفع. رمى فعل ناقص، إذن على وزن مفعل مرمى. نزل ينزل، إذن يفعل على وزن مفعل، إذن من نزل. شكراً.